لو استخدمنا نفس كمية الإنارة بغرف فيه ألوان هداكنة، شو تأثير الألوان على انعكاس الضوء؟ الألوان لها دور كتير كبير على انعكاس الإضاءة، وخصوصاً الجدران. فمثلاً لو كان عندي جدران فاتحة ممكن تعكس من 50 إلى 70% من الإضاءة، بينما الألوان الداكنة كتير حتعكس 5% بس بالإضاءة. الألوان الأخرى حسب درجة اللون، في أزرق فاتح وأزرق غامق، بس بشكل عام الألوان لها درجة خاصة لانعكاس الضوء. نسبة انعكاس الضوء اسمها Light Reflectance Value LRV، طبعا في جداول هي بعض القيم الموجودة. طبعا في ناس ممكن تقول أنا بدي استخدم ألوان داكنة وإضاءة عالية، طبعا الإضاءة العالية مباشرة أكثر إزعاج بالألوان داكنة من الباردة، مثل مثلا ضوء السيارات بالليل بيكون مزعج أكثر من النهار. طبعا الألوان الداكنة نصيحة، إذا أنا ما بحب الإنارة الهادية أحاول أتجنبها. الألوان الفاتحة بتساعد على انتشار الضوء بطريقة أكبر. وبنهاية المقطع لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.